خاصة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم برنامج الأندية الصيفية التي تقيمها الوزارة والبالغ عددها 14 ناديا للطلبة البنين والبنات موزعة على مدارس بمختلف المحافظات، وذلك خلال زيارة قام بها إلى النادي الصيفي بمدرسة صفية بنت عبد المطلب الابتدائية للبنات. اطلع وزير التربية والتعليم على الأنشطة والبرامج المقدمة لطلبة المرحلتين الابتدائية والإعدادية في الأندية الصيفية، والتي تشمل المجالات الفنية والثقافية والرياضية والكشفية، إضافة إلى الآداب والعلوم والتربية الإسلامية والتطبيقات العملية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبرامج تنمية المهارات، إلى جانب تنفيذ الزيارات الترفيهية والتثقيفية. تشرفت اليوم بافتتاح برنامج الأندية الصيفية الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، والهدف منه خدمة أبنائنا الطلبة والطالبات في المرحلة الابتدائية والإعدادية. لله الحمد ارتفع العدد من 12 ناديا إلى 14 نادي، يستفيد منه أكثر من 2800 طالب وطالبة. الهدف من ذلك هو أن يتاح لأبنائنا الطلبة الوقت الكافي في جو مهيئ لهم من ناحية تربوية لممارسة أنشطتهم، ولله الحمد وزارة التربية والتعليم قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، العام الدراسي الماضي ارتفع عدد الأنشطة سواء كانت رياضية أو كشفية أو على صعيد خدمات الطلابية إلى أكثر من 5900 نشاط. مشاركة في هالمركز، مركز صفية، تعلمت وايد منه أشياء حلوة، وكل حفلات حلوة، وايد أحب هالمركز، وتشاركت في النشاط الصيفي، وتعلمنا من الفيلم الكرتون الأشياء الصحيحة والخاطئة، وايد كان حلو الفيلم. أنا في مركز صفية بنت عبد المطلب، أنا استفادت وايد أشياء من هنا، من الدورات والرحلة اللي ودونا لها، علشان هما يعلمونا على الأشياء الصح وما يعلمونا على الأشياء الغلط، وهي الاستفادة أبي أشكرها لسعادة الوزير والمشرفين. كما أشار الوزير إلى أن الوزارة قد توسعت هذا العام في الشريحة المستفيدة من هذه الأندية لتشمل طلبة المرحلة الإعدادية، مع زيادة عددها من 12 إلى 14 ناديا مقسمة بين البنين والبنات، وزيادة أيام عملها من 3 إلى 5 أيام في الأسبوع، بما رفع طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 2800 طالب وطالبة بواقع 200 طالب وطالبة لكل ناد، وذلك في إطار الاهتمام بتوسيع شريحة الطلبة المستفيدين وشغل أوقاتهم بصورة إيجابية خلال عطلة نهاية العام الدراسي. احنا فتحنا هذا النادي عشان يستفون العدد الكبير من بناتنا هنا في المنطقة، وفتحنا عدة أنشطة يستفيدون منها الطالبات، وطبعا في أنشطة متنوعة، وبعد عندنا زيارات خارجية في هاي المركز، ويكون يعني مركز انه هو يكون مثمر حق الطالبات ويستفيدون من وقتهم اللي هو في الاجازه الصيفيه. التحقت بالمركز الصيفي في مدرسه صفيه بنت عبد المطلب، من خلال هاي النادي تعلمنا وايد اشياء وخذنا مسابقات والعاب، من خلالها تعلمنا ان نتعاون ويا بعض ونشغل العقل. استفدت من مركز صفيه مكتب مصادر التعلم، قرأت القصص والكتب، استفدت منهم واجد، واخذنا انشطات رياضية. ويستمر مركز رعاية الطلبة الموهوبين التابع للوزارة في فتح أبوابه خلال العطلة الصيفية لاستقطاب العديد من الطلبة من مختلف المراحل الدراسية وتقديم برامج منوعة تنمي مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية.